بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة رقم 3 في منهاج أساسيات الإنترنت تتكلم عن برضو مفاهيم أساسية بتقول إيه هو متصفح الويب والتعرف على متصفحات الويب الشائعة. متصفح الويب تعالوا نكتبها كده إيه هو، معلش ولو فيها عطلة ليكو أنا هكتب وهكتب بالعربي. هو برنامج كمبيوتر اتعمل ليه يستخدم لعرض صفحات الانترنت، بس كده صفحة انترنت انت عايز تعرضها تشوف فيها ايه، هو ده البرنامج الكمبيوتر اللي هيساعدك أو هيعرض لك صفحات الإنترنت، زي برنامج جوجل كروم. خلاص زي برنامج إيه جوجل كروم. تعالوا نكتب واحد واحد، بس هنكتبه بالإيه بالإنجليزي. أدخل برضو هنا وأقول له هنا خلاص جوجل، نكتب إيه محدش بقى خدوا بالكم معايا جوجل خلاص كرو سي اتش ار او ام اي. برنامج تاني بتاع مايكروسوفت انتر نت اكسبلورر. واحد تالت عندنا فايرفوكس، وعندنا رابع اللي هو الشركة اللي تابعة لأبل سافاري. في تاني غيرهم، في عندنا اوبرا، في حاجات تانية بس دول اشهرهم على الاطلاق، كروم انترنت اكسبلورر فايرفوكس. تفتح من هنا متصفح الانترنت وتقول له اسم، عندك اسم صفحة الانترنت اللي انت عايز تعرضها وليكن microsoft.com. هيبعت للسيرفر او الكمبيوتر بتاع مايكروسوفت يقول ده احنا عايزين نشوف صفحتك. مايكروسوفت بعت لنا الصفحه زي ما قلنا قبل كده، عايزين نشوفها شكلها ايه. لو قلنا اظهر لي فيو سورس، انا عايز اشوف السورس بتاعك، هيبعت الصفحه بتاعه الانترنت هتكون بهذا الشكل، هياخد ده ويترجمه للصفحه اللي مفتوحه لنا بهذا الشكل. ادي يا سيدي الانترنت اكسبلور. برنامج تاني زي اللي قلنا عليه جوجل كروم، وادي تحت هو شايفين علامته، اضغط عليه جوجل كروم نفس الشيء. لو جينا نقول له لو سمحت عايزين ندخل على صفحة انترنت تانية وليكن عندنا جوجل درايف. جوجل درايف انا بدور عليه اهو، جوجل درايف برنامج لطيف جدا عشان مشاركة الملفات، هو خدمة وبرنامج في آن واحد. تقدر حتى تنزل برنامج ده على الابل، الايفون، الايباد، الايبود، حتى تنزله على التليفون السامسونج. الجوجل درايف هو عبارة عن زي هارد ديسك موجودة عندك على الانترنت في أي مكان، لما لو سجلت عليها أي حاجة وحطيت عليها أي حاجة في أي مكان تقدر إيه تفتح المستندات بتاعتك وإيه وتشتغل عليها. ده تفتحه حتى من الانترنت اكسبلورر، من أي متصفح انترنت، ولكن ده اللي جه على بالي حاليا. وبعدين برنامج تاني زي سفاري. سفاري ده تابع لشركة أبل بس برضو بيفتح لك أي صفحة إنترنت. لو جينا أدي apple.com فتحناها وفتحها لي أوتوماتيك لين، وأدي يشغل لي كل حاجة نفس الطريقة، يشغل ده فيديو وصوت وصورة وكلام، ده برضو هيشغل فيديو وصوت وصورة كمان، حتى السفاري هيشغل بهذا الشكل. آخر واحد نتكلم عنه اللي هو الفايرفوكس. خلاص وده يعتبر يتهيأ لي ان هو كان زمان اسمه نتسكيب وتغير، الله اعلم انا يتهيأ لي، لكن عامة برضو برنامج ممتاز خلاص، وتقدر من خلاله تتصفح الانترنت. وتعال ندخل لاي مثلا زي ما احنا قلنا ويكيبيديا، هيستعرض لنا دوت اورج، هيستعرض لنا صفحة الويكيبيديا دوت اورج. هنختار اللغة العربية
وبعدين نعمل نشتغل عادي. فهو زي ما احنا قلنا كل الويب براوزر او كل متصفحات الانترنت ما هي الا انها بتعمل ايه؟ بتعرض لنا صفحات الانترنت. انا لي سؤال، او انا عارف ان حد منكم بيقول لي سؤال، المستعرضات دي كلها تغني عن بعض؟ اي واحد فيهم يغني عن التاني. طب مين احسن من التاني عشان نستخدمه؟ هقول لكم دي عملية نسبية. ربما اقول لكم بتاع النهاردة ايه، لكن بتاع بكرة ما اعرفش. الشركات دي بتتسابق مع بعض. كان في يوم من ايام المهيمن كان نتسكيب نافيجيتور، جه بعد كده غلبه انترنت اكسبلور، بعد كده طلع الكروم، خلاص الكروم. فعملية نسبية. لكن انا في هذا الموضوع بالذات دايما ادخل على الانترنت واروح كاتب مثلا، لو انا عايز اعرف مين احسن من مين، بشوف الشركات بتعمل حاجة اسمها ريفيوز، بتراجع هذه البرامج بتشوف ايه مين احسن من التاني. فلو جينا هنا اقول له انترنت، خلاص براوزر ريفيوز، خلاص هو لسنة مثلا 2014 او لشركة عظيمة زي شركة سينت متخصصة في الحاجات دي، فقول له هيجيب لي، تقدر تختار اي واحد زي ده هنختاره، وهيجيب لنا يقول لك يا سيدي ادي الانترنت اكسبلور، بس ده قديم، لكن مدي لك هنا اهو جوجل كروم، خلاص كومبير تو ذا نت، ده طبعا على حسب تقريبا الوقت هنشوف، لكن هنا اهو ادي يا سيدي داونلود فري، ماشي سيبك من ده، ادي يا سيدي كروم واخد 9.4 امتى؟ بتاريخه، لكن ممكن بكره يجي ينزل شركه ثانيه تنزل ميزة تانية تطلع فوق. الموزريلا فايرفوكس خلاص مديها 8.8، شركة تانية انترنت اكسبلورر من 9.5، وهكذا. فالعملية عملية متغيرة، مش حاجة واحدة، لا كل يوم في وضع جديد، وكل اصدار بيصدروه الشركة ليها وضع جديد. وان شاء الله نتقابل في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش اللي قلنا، يجيلك في الامتحان تعريب برنامج وتصفح له، قول له ده برنامج كمبيوتر يستخدم لعرض صفحات الانترنت. اديني امثلة، قول له الجوجل كروم، انترنت اكسبلورر، فايرفوكس، سفاري. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.